أي هذا اللي صار؟ تفضل معلم. إيشن؟ رايحة؟ أها. شو هالفترة مقضيتيها مشاوير؟ في شي لازم أعرف فيه؟ إيه، في عندي حبيب جديد ومخبيته عنك. ليك أنا اللي لازم أسألك هذا السؤال، لأنه عم تطلع لحالك صبح ومساء وفي غموض وأسرار. ها؟ شو في؟ هوايات البحر الأسود. بركي عم بطلع على الجبال لساوي يوغا. لا تكوني عم بتساوي مثلي. اسمع، شركة رمل جيم لساتهم عم يسحبوا رمل من عند مصطفى، قال لأنه ما بيحبوه لجميل داك ديفران، بس يمكن يحبوني لإلي. أنت مين ما بيحبك؟ يلا بشوفك. نجيب، عائلتك اليوم منيحة كتير. بوس إيدك والشوافة. قال لي سنية كاليلي رح تجي لعندك، بس بصراحة أنا ما صدقت اللي سمعته. أهلا وسهلا، تفضلي. تفضلي سنية خانم. بدي حكيك كلمتين على الماشي، اسمعهم وتصرف على أساسهم. كنت ناطر اسمع الشي اللي رح تقولي بالمحكمة، بس فاجأتيني وما عجبني اللي قلتي يوما نهائيا. واللي رح أقوله هلأ كمان ما رح يعجبك للأسف. شغلتي لي بالي خير، أحكي، عم بسمعك. نفسه طاهر رح يتجوزوا. خبر مهم، شكراً لأنه قلتي لي. ما أجيت لهون بس لوصل لك هالخبر. وروح خد مرتك وابنك وانقلعوا من هون بقى، خربتوا حياتنا. شكراً لك. الله معك سنية خانم، فيك تتفضلي. الله معك، تفضلي. Yeah!
اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.